انك لما تيجي تطبق القانون على نفسك زي عمر ما عمل ده. عمر فهم ايات الله فقهر نفسه لحساب رعيته، طبق القانون على نفسه، فالرعيه استجابت. لما جه بيخطب الجمعه بيقول اسمعوا واطيعوا، فقام واحد قال له لا سمع ولا طاعه لك يا ابن الخطاب، كده اهو. ليه يا سيدي؟ مش هتسمع ليه؟ قال له لا عشان انت ظلمتنا. قال له ظلمتك ازاي؟ ظلمتك ازاي؟ قال له مش من كام يوم كده كان بيتوزع قماش علينا؟ قال له اه. كل واحد 3 متر؟ اه. قال له انت خدت اكتر مننا ليه؟ فالراجل عارف ازاي؟ لو الواحد بيفصل ثوب اللي احنا بنقول عليها الجلابيه 3 متر، عمر رضي الله عنه كان ضخم البنيان. عمر كان يعتلي الفرس وهو واقف على الارض رضي الله عنه. عمر يعني كان اذا مشى اسرع واذا تكلم اسمع واذا ضرب اوجع، كان ضخم البنيان سيدنا عمر. فثلاثة متر ما يكفهوش، فلو اتشاف لابس جلابيه جديده يبقى هو خد اكتر من 3 متر، يبقى خد اكتر مننا. شوف وصل لحد فين؟ فقالوا لا انت ظلمتنا، انت خدت اكتر مننا، انت لابس جلابيه اهو، جيبها منين؟ فاشار عمر الى ابنه، قوم يا ابني قول اللي حصل. فعبد الله بن عمر فرد من افراد الرعيه، كان له 3 متر برضه. قال لهم انا مش لابس اهو يا جماعه، انا اثرت ابي على نفسي ما عندوش. فقلت له طب خد ال 3 متر بتوعي عشان انت تفصل لك جلابيه انا عندي. فبعدين الراجل قال له الآن نسمع ونطيع يا ابن الخطاب، طالما في عدل نسمع. هو ده، عشان كده طلعت المقولة الشهيرة حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. الحكم لازم يبقى في عدل، فإذا كان في عدل هيبقى في أمان، فإذا كان في أمان كل واحد هينام قرير العين. امشوا في الشارع كده حضراتكم، أي حد تقابله تقول له ربنا علمنا اعدله هو أقرب للتقوى.